اللهم نظر من نظر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اغفر لنا طاري جميل صلاته خاصة في سيئات العامل عاجلة آمين يا الله اغفر فضل سے ان کی عمر میں خوب خوب برکت فرما آمین صحت عافیت اور قوت ہمت والی زندگی نصیب فرما آمین اے اللہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق دین میں خوب خوب کام کر آمین اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں جو بھی علماء صلحاء اے اللہ خاص طور پر ان کو صحت عطا فرما آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.